بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم هنشرح استخدام HTTP methods مع الـ API. الـ HTTP methods هي GET, POST, POT, PATCH, DELETE. GET بتعني استرجاع بيانات، POST وتعني بيانات جديدة، تعني وضع بيانات جديدة. أما POT فتعني تحديث بيانات، Update an existing resource. Patch وتعني التحديث الجزئي وليس الكلي لبيانات. أما Delete فتعني حذف بيانات. إن شاء الله هنطبق الخمس methods السابق ذكرهم على الـ API URL التالي المعروض أمامكم. أو نذهب إلى برنامج البايثون تشارم إديتور ونكتب الأكواد التالية لتطبيق الجيت ميثود. جيت ميثود الأولى في هذا المثال، بنكتب في السطر الأول import requests أي بنستورد لهذه المكتبة. في السطر الثاني بنفتح متغير اسمه API URL وبنكتب فيه الـ API URL json placeholder dot type i code. في السطر الثالث بنفتح متغير اسمه response وبنستخدم الـ dollar requests، بنستخدم منها الـ method get وبنفتح منه الـ API URL. في السطر الرابع بنكتب print response dot status code. في السطر الخامس بنكتب print response.json، بنحول الاستجابة من هذا الـ URL إلى JSON أو تنسيق JSON. ثم نضغط كليك على run، بيفتح لي قائمة كبيرة جدا. القائمة دي هي قائمة بالتو دوز الموجودة عندي، وطبعا في السطر الأول كتب لي response.status code حالة الاتصال. طبعا لي حالة الاتصال 200 وتعني اوكي ان الكونكشن تم والريكوست تم كما يجب. وهنا وضع لي القائمه، طبعا القائمه بتوجد داخل سكوير براكتس بدءا من هنا وتنتهي حتى هنا. داخل هذه القائمه مجموعه من الاوبجكتس، هما 200 اوبجكت. ده الاوبجكت الاول بيبتدي بالكيرلي براسز ويبدا وينتهي حتى هنا. ده الاوبجكت رقم 1 وده الأوبجكت رقم 2 يبدأ من هنا وينتهي حتى هنا، وده الأوبجكت رقم 3 ونستمر لنرى في الآخر في شاشة الأوتبوت نجد أنهم حوالي هنا العدد 200 أوبجكت موجود. نفرض أن أنا عايز الأوبجكت رقم 1 فأضف هنا سلاج وأكتب هنا 1 ليأتي لي بالأوبجكت رقم 1. كليك ران، اتى لي بالاول اوبجكت موجود في القائمه عندي وهو الاوبجكت رقم 1. اما طبعا كتب لي هنا 200 معناها الكونكشن تم كما يجب، ده الستاتس كود. لو عايز اجيب الاوبجكت رقم 2 فبنغير 1 الى 2 وكليك ران، كتب لي الستاتس كود 200 يعني الكونكشن اوكي تم، وكتب لي الاوبجكت رقم 2. لو عايز الأوبجكت رقم 3 4 5 بتغير من هنا حسب الاي دي الخاص بالأوبجكت اللي عايز تعرض بيانات. جيت بتحصل على بيانات. نجرب الاستخدام البوست ميثود، بنمسح دي نمسحها ونجرب استخدام البوست ميثود. امبورت ريكويستس، في السطر الثاني هفتح متغير API URL وبنكتب بداخله او بنضع له ال HTTPS JSON نفس ال API URL اللي سبق كتبته المرة السابقة، ولكن هذه المرة انا بفتح التودوز هنا لكي اضع بداخله التودو الاتي. Object جديد هنا بكتبه بالصيغة الديكشنري، طبعا ازواج من القيم كما واضح. في السطر الرابع بستخدم عبارة متغير response بفتحه واستخدم requests post api url
وبحول الاوبجكت السابق الى جيسون. في السطر الخامس بكتب هنا print response dot status code. في السطر السادس print response dot headers. في السطر السابع print response dot json. بحولها الى json object. بضغط click run نشوف النتيجة عمل ايه. طبعا الكونكشن هنا 201 رقم الستاتس كود عندي 201 يعني تم كرييتد عمل هذا البوست. بعد كده هنا عمل لي الابلكيشن الهيدر هنا قال لي الابلكيشن هيدر من جيسون واستخدمت الكاركتر ست مجموعه الاحرف UTF-8 الترميز بتاعها 8. بعد كده انا وضعت لك في التودوز وضعت لك اوبجكت جديد هنا اسمه اليوزر اي دي ووضعت الاوبجكت كله بالكامل باستخدام بوست. انا بضع اليو ار ال هنا في الجزء الاول معامل الاول اليو ار ال اللي انا سوف اضع عليه الاوبجكت وفي المعامل الثاني بحوله هنا الجيسون وبكتب يساوي وبكتب بعده الكائن او الاوبجكت او الديكشنري اللي انا عملته باستخدام البايثون احوله للجيسون. طبعا بيضع هذه البيانات داخل الـ URL اللي أنا حددته وبعد كده بطلب منه اطبع لي الـ response.json بيطبع لي هذا الـ object وبيقول لي البيانات بتاعته في شاشة الـ output. نمسح ونجرب الـ POT method. POT method هي علشان نحدث بيانات موجودة وهذا سنراه في المثال التالي. في السطر الأول أيضا هنعمل import لي requests. في السطر الثاني نفتح متغير لل URL API URL ونضع بداخله الرابط في السطر الثالث بنفتح متغير اسمه response وبنستخدم المكتبة requests ونجيب منها الميثود get لكي نحصل مبدئيا على API URL data نحضرها مبدئيا وبعدين هنعمل عليها POT تحديث بيانات وبعدين هنطبع الستاتس كود. بعدها في السطر الخامس اطبع response.json حول الاستجابة لتنسيق json. في السطر السابع هنفتح هنا اوبجكت جديد ونضع البيانات التاليه. طبعا البيانات بضعها بشكل زوجي على تنسيق جيسون او بشكل ديكشنري في البايثون. في السطر الثامن بستخدم هنا ريسبونس بفتح متغير ايضا ريسبونس واسند اليه ريكويستس بوت واضع الاي بي اي يو ار ال وبحول التودو اللي انا عملتها الاوبجكت الى جيسون. في السطر التاسع بقى بكتب هنا print status code. في السطر العاشر بكتب هنا print response.json بحولها لجيسون. كليك على run. هنا كتب لي الستاتس كود في المرة الأولى 200 يعني connection تم. هنا في الكود في الجزء الأول أنا بستخدم الدالة get يعني أحصل على بيانات الأوبجكت رقم 10. حصل على بيانات الأوبجكت رقم 10 ودي بيانات الاوبجكت رقم 10. هنا في السطر السابع تو دو انا عملت اوبجكت جديد باسم تو دو وضعت بداخله هذه البيانات. نلاحظ هنا وضعت اليوزر اي دي 1 التايتل واش كار غسل السياره كومبليت روم. يعمل ايه؟ يحذف هنا التو دو رقم 10 ويضع عليها اوبجكت جديد مكانه يعمل له ريبليس واقول له ضع في الـ API URL أي الـ URL هنا ضع فيه الـ To Do الـ Object الجديد بتنسيق JSON. اطبع لي الـ Status Code اطبع لي 200. بعد كده Print Response.json اطبع لي الاستجابة بتنسيق JSON اطبعها لي هنا على حسب القيمة الجديدة اللي أنا وضعتها هنا في الـ Object الجديد. نلاحظ هنا نفس هي القيم اللي وضعتها في الـ Object الجديد. ده كان بالنسبة لاستخدام البوت ميثود يعني ضع بيانات جديدة أي
يستبدل الاوبجكت كان موجود بأوبجكت جديد، وهذا هو الاوبجكت الجديد. هذا هو الاوبجكت القديم، ده الاوبجكت القديم اللي احنا شايفينه في الاوتبوت ويندو، وده الاوبجكت الجديد بياناته الجديده. نجرب ميثود جديده اللي هي باتش. نحذف دي اولا في السطر الاول import requests. في السطر الثاني بنفتح متغير الـ API URL أيضا، ونكتب بداخله الـ API URL، في السطر الثالث بفتح متغير response وبستخدم requests.get للـ API URL هنا لكي أحصل على البيانات بشكل مبدئي، وبعدين print response.status code. في السطر الخامس print response.json، بعدها عايز احدث جزء من البيانات وليس كل البيانات، فبكتب هنا التايتل مثلا pick the flower، اقطف الوردة، دي مجرد object. وبعد كده response يساوي requests dot patch، واستخدم API URL، استخدم بالتنسيق JSON to do اللي انا الاوبجكت اللي انا حددته في السطر رقم 7. بعد كده print response dot status code، بعد كده print response dot JSON بتنسيق JSON، click run. الجزء الاول طبع ليا هنا الستاتس كود 200، وطبع لي response.json هنا هذا الكائن اللي انا احضرته اللي هو رقم 10، طبع هنا البيانات الخاصة به هذا الكائن. عملت ايه في السطر رقم 7؟ عملت هنا تدو جديدة، قلت له خد التايتل pick the flower. هنا التايتل القديم اللي هو القيمة دي، دي القيمة بالنسبة للتايتل القديم اللي هي elo iteration، لكن انا عايز استبدل اي تايتل ده القديم ده القيمة بتاعته فقط. يعني الـ ID name هنا الـ name الموجود أو الـ data ID ما بغيرهاش، ولكن بيغير الـ data value. تركت هنا الـ data ID كما هي title، ولكن غير الـ data value هنا إلى pick the flower. لاحظ هنا الفرق، ده الـ data value القديمة وغيرها بـ data value جديدة. يبقى مهمة الـ patch إن لا يغير الكائن بأكمله مثل pot، مثل pot method، لكن هنا حصل ان هو بيترك الاوبجكت كما هو، ولكن يغير في هذه القيم فقط. يعني غير في القيمة هذه، يترك الداتا اي دي كما هي لكن يغير الداتا فاليو فقط. يعني تايتل دي بنقول عليها الداتا اي دي تركها كما هي لكن يغير في الداتا فاليو. ده كان بالنسبة للباتش ميثود. لنجرب الدالة التالية اللي هي دالة ديليت. نحذف دي، نحذف الكود ده، ونكتب كود التالي الخاص بديليت. في السطر الأول نستورد أيضا import requests. في السطر الثاني هفتح متغير API URL يساوي، ونضع له الـ URL. في السطر الثالث افتح متغير اسمه response يساوي requests dot delete، احذف الـ API URL بيانات الاوبجكت الموجودة عندي في الـ URL، print response dot status code، اطبع لها حالة الاتصال، بعد كده print response dot json، click run. طبع لها هنا الـ status code 200، وطبع لي هنا الاوبجكت فاضي، مجموعة هنا خالية. ليه؟ لان حذفت البيانات بداخله. لو عايز احصل على البيانات تاني احذف ديليت. لو هنا حذفت ديليت وكتبت واستبدلتها بكلمة جيت، نرى كليك ران، اتى لي بالبيانات مرة اخرى. لكن لو غيرت جيت ميثود بديليت ميثود، كليك ران، بيحذف ليا البيانات.
ده كان فكرة ازاي نستخدم الميسج get و post و post و patch و delete مع الـ API. إذن الـ API listens to HTTP messages، هي بتستمع إلى تعليمات الميسج أو الوسائل اللي جاية من الـ HTTP، سواء get أو post أو post أو patch أو delete. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.